المشاعر الحقيقية نابعة من القلب، اللي يطلع من قلب نحبه ويسعدنا، نتلذذ فيها بكل مكان، لأن ما لها وقت معين وننبسط من قلب. جبنة كريمة المراعي بوصفة جديدة لطعم ألذ. يلا شباب، سيارة مميزة، الأكثر جرأة، إلنترا الجديدة كليا. أن تكون مراسلاً لشبكة العربية هو أن تعرف المشاهد العربي على ثقافات وحضارات وأسلوب عيش العالم. على شاشة العربية.